بتضلي كل النهار. بدك تاخذي حره بتاخذيها من برا ب 10000 الربطين. ببيعوا بيقولوا لك ما عم نبيعوا، هن عم يبيعوا. معتمد 1500 بياخذ على الكيس ولا ما قدرتنا؟ والله من الساعة 8 لساعة 3 عم نضل. مهمة شاقة لشراء مادة الخبز تتصدر يوميات أهالي مدينة جرمانة بريف دمشق، حيث انتظار المواطنين يدوم لساعات وساعات للحصول على مخصصاتهم، ناهيك عن استغلال المعتمدين والمتعاملين معهم من العمال داخل الفرن. أزمة يراها أبناء جرمانة متفاقمة وغير مجدية بها الحلول الجزئية. احنا عندنا مخصصاتنا بالفرن 23 طن ونص، ما يعادل 24.800 ربطة تقريبا. سير العمل عندنا بالليل خطين للمعتمدين، تعباية خبز للمعتمدين، وبالنهار خط للمعتمدين وخط للطاقات. عندنا تقريبا شي 86 معتمد. الزحمة برا انه خط واحد ما بيلحق على الطاقات. والمنطقة الوافدة المنطقة الشرقية اكثر نسبة بطاقاتها بالستة والاربعة، يعني اكثر بطاقاتها ستة اطلع لها ستات على البطاقة. طبعا هذا عم يشكل ازدحام برا. عندنا مشكلة، هو الاقتصاد السكاني الكبير جدا جدا بجرمانة. هلا الكمية نحن بالساعة إذا كانوا الخطين جاهزين بالساعة عم طالع 1200 ربطة. طبعا على الاقتصاد السكاني أكيد بنصير هذا العشرة. المشكلة الأكبر إنه المعتمدين عم ياخذوا حصصهم بساعات معينة. نحن طالعين بالأساس قرار إنه المعتمدين بياخذوا بساعات معينة والمواطنين بياخذوا بساعات تانية. فرن جرمان الاحتياطي يعمل على خطي إنتاج يوزع إنتاجهما صباحا بين قوة للمواطنين وقوة للمعتمدين، ولكن كثافة أبناء المدينة وخاصة من الوافدين شكل عبئا حقيقيا وتلاعبا من قبل اللجان المشكلة لتنظيم الدور وبعض المعتمدين والمواطنين من ضعاف النفوس. الفرن أكثرهم جاي فوتن دورين، شايفة علي؟ وياخذنا الربطه 200 نبيعها باربعه وبثلاث وبخمسه ومشكل. يعني هون عم ياخذوا المعتمدين، بنروح لنجيب من عند المعتمد ما بيعطونا، بقلنا خلصنا يعني الخبز. ما بتلحقي تاخذي من هون نواف، بدك تاخذي حره بتاخذيها من برا ب 10000 الربطين. اللي عنده اربع خمس اولاد بده اربع ربطات في اليوم. طبعا هاي الزحمه نتيجه انه في خط عم يتعطل من الساعه 12 ل7 المساء، نتيجة انه ما في مخصصات تكفي. فنحن نطلب من الجهات المسؤولين من المحافظ من الجهات المعنية زيادة المخصصات لحتى تخف هالزحمة. يعني لسه ما حصلنا خبز، معي ربو معي سكر، والله العظيم لسه ما جاء دوري للخبز. ليش كله للبياعين؟ بيعونا الربطتين بخمسة وبعشرة، مو حرام الشيات؟ الخطين على الدور بتمشي مبارح ما في حدا، ساعة ما بتطولي. اما قبل الظهر في معتمدين بتضلي أربع، يعني اليوم بعد قبل 12 مستحيل تطلعي، من 8 أنا بجي. تنظيم عملية توزيع مادة الخبز وفق الأسعار المحددة سواء عبر المعتمدين أو قوات البيع المباشر نضعها برسم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باتخاذ تدابير رادعة تسهم بحصول المواطنين على مخصصاتهم من الخبز بالشكل اللائق والمناسب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر. مساء الخير أستاذ. يا هلا، مساء الخير يا هلا. كما تابعت معنا بالتقرير طوابير الانتظار أمام فرن جرمان الاحتياطي كل صباح يتكرر هذا المشهد. حسب ما ورد من المواطنين أنه الخلل بآلية التوزيع الصباح بين المواطنين والمعتمدين، ما هو دوركم في تنظيم أوقات حصول المواطنين على مخصصاتهم وتحديد أوقات خاصة للمعتمدين؟ بداية نحن بجرمان نحن في عندنا أربع مخابز خاصة وعندنا مخبزين حكوميات فيهم ثلاث خطوط إنتاج. يعني مثل ما تفضلوا المواطنين، في عندي عدد كبير من الوافدين على مدينة جرمانة. هذا الشيء أدى لضغط على الفرن. هلا معالجته نحن هلا عالجناه هي الفترة، نحن رفعنا هلا خلال اليومين الجايين رح نرفع مخصصات مدينة جرمانة لحوالي طنين إن شاء الله. طبعا بالإضافة إلى تم فتح مخرج جديد خاص كمان بجرمانة مشان نخفف الضغط عن قوات الفرن. طبعا آلية تنظيم عمل نحن بجرمان عندنا حوالي 110 معتمدين، يعني هذول كلياتهم بيجوا من الساعة 11 بالليل للساعة 7 الصبح بيتم توزيع المعتمدين لهم، بعدين بنفتح الطواف للأخوة المواطنين.
طبعا هذا الشيء ما نحن عارفين انه في ضغط, وطبعا بعض الناس عم بكل اسف يعني عم نضبط عمليات, وعم نضبط عمليات بيع للبطاقه, يعني في عالم عم تترك بطاقاتها بمناطق بعيده بتتركها مع بعض الناس بيضطروا بهالحال انهم يبيعوها ويتاجروا فيها. طبعا نحن عاملين نظام بموضوع آلية البيع اكثر من بطاقتين ممنوع يصير. طبعا المواطن اذا اي واحد معه بطاقه اكيد بياخذ خبز. نعم استاذنا, الرقابه التموينيه على كميات الدقيق وعلى انتاجيه الفرن, لماذا لا يتم توزيع انتاج الخطين في المخبز الاحتياطي من الساعه 7 صباحا حتى 12 ليلا؟ ما يخفف الازدحام ويخفف عدد المعتمدين, او زياده مخصصات الخبز وفتح منافذ بيع جديده بمدينه جرمانة كما طبعا طالب المواطنين؟ هذه مقترحاتهم التي تحدثوا عنها في التقرير. طبعا المقترحات نحن واصلتنا, مثل ما برجع بقولك نحن فتحنا خط جديد, مخبز خاص كمان بجرمانة, اشتغل من شي يومين ثلاثه, وفي عندنا كميه اضافيه من الدقيق راح نزيدها للفرن الاحتياطي اللي موجود بجرمانة. طبعا مثل برجع بقولك موضوع المعتمدين نحن عاملين النظام رح نتابع عمله. طبعا نحن دائما عندنا نفس مراقبه لاخراجات. استاذنا عذرا على المقاطعه, هل هناك عقوبات لتردع المعتمدين؟ طبعا طبعا, ما هذا اللي عمل لك اياه. نحن في عندنا تنظيم ضبوط, وفيها فيها يعني عم يروح كل الضبوط على القضاء, عم نطبق عليهم المرسوم رقم 8, وبعض منهم عم يفوت يعني عم يصير في حبس الموضوع. نحن موضوع المعتمدين عم نتابعه, واخراجات بالنسبه لاخراجات الافران اكيد عم نتابعها, بس هو انه نحن نعترف على انه المنطقه بحاجه. طبعا هي بحاجه, وخلال هاليومين نحن الزياده رح توصل, ونحن حاكين مع رئيس البلديه, وطبعا باهتمام شديد من السيد المحافظ والسيد الوزير. نعم, هل هناك مده زمنيه لحل هذا الموضوع؟ هل يمكن ان تعد المواطنين بمنطقه جرمانة بمده زمنيه؟ طبعا نحن مثل يعني نحن رح نكتل اعداد نقاط البيع, ورح زيادة مثل ما قلت لك زيادة إن شاء الله رح تكون قريبة جدا. نعم, كنت معنا عبر الهاتف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسماندر, شكرا جزيلا لك.